تفضل. حورية تيزي صديق، رئيسة الائتلاف المغربي للماء ومنسقة سيتو. شكرا أولا على الحضور ديالكم معنا. احنا خلال هذه الندوة انتم شفتيو الأفكار مهمة حول الوضع العام في العالم بسبب السياسات العمومية الدولية، دور الأمم المتحدة، ثم التغيرات المناخية ودور المواطنين على الصعيد العالمي. والآن كانوا أعطونا نظرة المتدخلين حول قطاع الفلاحة وقطاع الماء، ورئيس المنتدى ديال البحر الأبيض المتوسط بمارسيليا أعطى رأيه بالنسبة للمياه، المياه البحار والعلاقة ديالو ما بين المياه ديال الشاطئ ومياه الداخلية، اللي هما لابد أننا حتى هما نعملوا الربط مع ما بينهم، لأن الطبيعة ما كتقبلش تقطاع ديال قضية الماء. إذن حنايا هذا الموضوع اللي وضعناه تحت كلمة مهمة أو مفهوم من أهم المفاهيم اللي هو التعقيد ديال قضية الماء، الهدف منه هي أننا نسألوا ما هي المقاربات، ما هي الوسائل، ما هي التنظيم المؤسساتي، ما هو التنظيم المؤسساتي في جميع المسائل اللي كتهم القضية ديال الماء، كيفاش يمكننا ندخلوا هذه الفكرة ونعملوا بأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب اللي عندهم علاقة مع الماء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. إذن الرؤية اللي اقترحوا المتدخلين إلى حد الآن هي الرؤية، هي المقاربة الشمولية، ولكن داخل هذه المقاربة الشمولية تفاعل ما بين بعض الميادين أو بعض الإشكاليات أخرى فيما بينها وفيما بينها وما بين الماء، لتكون عندنا حلول لحلول ملائمة وتتأخذ بعين الاعتبار حقيقة المكان والزمان إلى آخره. سامية لصاحب الجلالة الله ينصره. وبهذا الصدد تنبغي نقول أن كون أنه هو شخصيا كي يهتم بهذه القضية الماء، وإلا جيتي وتشوفوا في خطابات متعددة تكرر الأهمية فيما بين الموارد الطبيعية قضية الماء كقضية جوهرية. وفي واحد الخطاب ديالو كنبغي نذكر أنه عمل علاقة ما بين الأمن والماء، وبعض المتدخلين تكلموا على الصعوبات ديال تقسيم ما يوجد فيه الكميات من الماء في العالم، واللي تيمكن يؤديو بنا إلى نزاعات حروب وأيضا نزاعات داخلية، لأن الكل تيتكلم عن النزاعات كحرب، ولكن النزاعات الداخلية هي تيمكن لها تكون